تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أنجز العمليات التالية. لدينا 86 ناقص 37، 351 ناقص 249، 827 ناقص 546، 1500 ناقص 465. نقوم بإجراء العملية الأولى. لدينا 6 ناقص 7، نلاحظ أن 6 أصغر من 7. ماذا نفعل؟ أحسنتم، نستعير 10 من العشرة. أستعير 10 ثم أطرحها من العشرات. استعرت 10 وطرحتها ثم أطرح، تصبح لنا 16 ناقص 7. 16 ناقص 7 من 7 ونصعد 7 بالأصابع اليد. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، تجدون 9. نواصل العشرات مع العشرات. 7 ناقص 3 دائما بأصابع اليد، 7 ثم نطرح 3 تساوي 4. إذن 86 ناقص 37 تساوي 49. ننتقل للعملية الثانية، 351 ناقص 249، 1 ناقص 9. وحدت مع الواحد، 1 ناقص 9 لا نستطيع لأن 1 أصغر من 9. نفس الطريقة، أستعير 10 وأطرحها. أخذت 10 وطرحته، تصبح لنا 11 ناقص 9. 9 ونصعد، 9 بالأصابع اليد، 10 11 نجد 2. هنا لم تعد 5 بل أصبحت 4. 4 ناقص 4 تساوي 0. 3 ناقص 2 أحسنتم تساوي 1. إذا النتيجة 102. بنفس الطريقة نواصل، 827 ناقص 546، 7 ناقص 6، 7 نطرح منها 6 بالأصابع اليد، 7 نطرح 6 أحسنتم تساوي 1. 2 ناقص 4 لا أستطيع لأن 2 أصغر من 4. أستعير 10 وأطرحها من هنا، تصبح 12 ناقص 4. من 4 ونصعد 4 أصابع اليد، 5 6 7 8 9 10 11 12 تساوي 8. 7 ناقص 5 عفوا، 7 ناقص 5 بالأصابع دائما، 7 نطرح 5 تساوي 2. وكذا وجدنا 281. العملية التالية الرابعة صعبة نوعا ما، 1500 ناقص 465. ركزوا معايا، 0 ناقص 5 لا أستطيع، أستعير 10، لكن هنا لا يوجد عدد، لدينا 0. إذن أستعير 10 من المئات، أصبحت 4. هنا لما استعرت 1 من المئات أصبحت 10، ولكن أخذت منها 1 من الوحدات، إذن تصبح 9. وعيد الشرح، 0 ناقص 5 لا أستطيع لأن 0 أصغر من 5. استعرت 10 من العشرات، لكن العشرات لا تكفيني لأن يوجد 0. إذن أخذت 1 من المئات أصبحت لي 10، من تلك العشرة أخذت 1 من الوحدات، إذن أصبحت 9. هنا 10، 10 ناقص 5 تساوي دائما 5 وأصعد، 5 6 7 8 9 10 تساوي 5. 9 ناقص 6، 9 نطرح منها 6 دائما 6 وأصعد، 6 7 8 9 تساوي 3. 4 ناقص 4 تساوي 0، و 1 ناقص لا شيء أو 1 ناقص 0 تساوي 0. إذا النتيجة تساوي تساوي 1. النتيجة تساوي 1035. ممكن أن سأعيد هذه العملية مرة أخرى، 1500 ناقص 465
حتى تفهمون جيدا. صفر ناقص خمسة، لا أستطيع، أستعير عشرة. هنا يوجد صفر، لا أستطيع أن أستعير واحد من الصفر، أستعير واحد من العشرة تستعير من المئات، تصبح عشرة وهنا تصبح أربعة، لكن هذه العشرة أخذت منها واحد من الوحدات، إذا تصبح تسعة. ونواصل العملية، عشرة ناقص خمسة تساوي خمسة، تسعة ناقص ستة تساوي ثلاثة، أربعة ناقص أربعة تساوي صفر، واحد ناقص لا شيء أو واحد ناقص صفر تساوي واحد. أتمنى أن تكونوا فهمتم الطريقة. نواصل مع التمرين الثاني. رتب الأعداد الأحادية التالية، أو رتب الأعداد التالية تنازليا. تنازليا معناه من الأكبر إلى الأصغر. نقرأ الأعداد، 8800، 5330، 9799، 5000، 5130، 4999. كل هذه الأعداد سأرتبها من الأكبر إلى الأصغر. أعين أولا العدد الرقم الموجود في منزلة الآلاف، ولدينا 8000، 5000، 9000، 5000، 5000، 4000. ترتيب تنازلي من الأكبر. من لديه أكبر رقم من الآلاف؟ نلاحظ 8، 5، 9، 5، 5، 4. إذن هذا هو العدد الكبير، لأن 9 هي الأكبر منهم جميعا. نكتب 9799. نواصل، 8000، 5000، 5000، 5000، 4000. العدد الكبير هو جيد 8000، نكتب 8800. مطلوب من الأكبر إلى الأصغر. نواصل، 5000، 5000، 5000، 4000. لدينا ثلاث أعداد فيها 5000. ننظر إلى المئات، لدينا 300، 0 100، ومئة واحدة. من هو الذي لديه أكبر عدد من المئات؟ أحسنتم، هو هذا العدد 5330. نواصل مع 5000، بقي لنا 5000، 5000. نلاحظ المئات 0 100، 1 100. العدد الكبير جيد هو 5103، لأن رقم المئات أكبر من رقم المئات تاع العدد 5000. ويبقى لنا 5000. العدد الأخير هو رقم الآلاف الصغير، هو 4000. يجب أن نركز على رقم الآلاف، الذي لديه أكبر عدد رقم آلاف هو الذي يأتي الأول. ونواصل، ترتيب مطلوب تنازلي من الأكبر إلى الأصغر، اتجاه هكذا. ننتقل إلى التمرين الثالث، أتمم متتالية الأعداد. لدينا 2050، 2100، ونواصل. ماذا نلاحظ في هذه الأعداد؟ نركز على الأرقام التي تتغير. نلاحظ أن الآلاف لم تتغير، 2000، 2000 لم تتغير، لكن 50 صارت 100، 50 صارت 100. إذن ماذا أضفنا؟ أحسنتم، أضفنا 50، 50 أصبحت 100. الآلاف لم تتغير، الآلاف بقيت كما هي، 50 أصبحت 100. الآن سوف تصير جيد 150. آلاف لم تتغير، نضيف دائما 50، 200، 150، إذن تصبح 200. نواصل، 2000 دائما لم تتغير، 2000 لم تتغير، التي تغير هو 50 أصبحت 100، ثم أصبحت 150، فأصبحت 200، ثم تصير 250، ثم 300. رقم الآلاف لم يتغير، 2050، 2100، 2150، 2200، 2150، 2300. وهكذا أتممنا متتالية الأعداد. ننتقل إلى التمرين الرابع، حدد أي المستقيمين يمثل محور تناظر لهذه الأشكال. لدينا ثلاث أشكال مختلفة، لدينا محاور،
لدينا المحور ألف أو عفوا لدينا مستقيمين، مستقيم ألف والمستقيم ب في الشكل 2، لدينا المستقيم ألف والمستقيم ب في الشكل 3، لدينا المستقيم ألف والمستقيم ب، مستقيم ألف مستقيم ب، مستقيم ألف مستقيم ب، مستقيم ألف مستقيم ب. كل شكل لديه مستقيمين، المطلوب أي المستقيمين يمثل محور التناطق. لمعرفة محور التناطق يجب أن يكون المستقيم يقسم الشكل إلى قسمين متماثلين، معناه متشابهين أو نفس الشكل. نضع المسطرة في المحور، نبدأ بالمحور، نبدأ بالمستقيم ألف، نضع المسطرة في المستقيم ألف ونلاحظ الشكل من جهة اليمين ثم نلاحظه من جهة اليسار. ماذا نستنتج؟ أن الشكلين متماثلين أي نفس الشكل. إذا نقول أن المستقيم ألف هو محور تناطق الشكل واحد، الشكل واحد، المستقيم ألف هو محور التناطق. ننتقل إلى المستقيم ب، نضع المسطرة على المستقيم ب وننظر من جهة اليمين، نلاحظ أن هذا الشكل هل هو نفس هذا الشكل؟ أحسنتم، مختلف. إذن المستقيم ب لا يشكل محور تناطق الشكل. الشكل واحد محور تناطق هو ألف. الشكل اثنين، نأخذ المسطرة مع المستقيم ألف ونلاحظ هل هذا الشكل هو نفسه هذا الشكل؟ نلاحظ أن من هنا المسافة قطعة طولها، وهنا المسافة طولها صغير. إذن هذا الطول مختلف عن هذا الطول، وبالتالي الشكلان مختلفان. إذن المستقيم ألف لا يشكل محور تناطق. ننتقل إلى المستقيم ب، المسطرة على المستقيم ب وننظر إلى هذا الشكل وإلى هذا الشكل. أحسنتم، نفس الشكل، وبالتالي المستقيم ب هو محور التناطق الشكل 2. الشكل 2 محوره التناطق هو ب. الشكل 3، لدينا دائما مستقيمين، ننظر أيهما يشكل محور التناطق، يمثل محور التناطق. نبدأ بالألف، مستقيمة المسطرة على المستقيم ألف، ننظر إلى الشكل من هنا وننظر إلى الشكل من هنا، نلاحظ أنه نفس الشكل. إذن ألف هو محور التناطق، نكتب ألف. ننتقل إلى المستقيم ب، ننظر الشكل من هنا وننظر الشكل من هنا، نلاحظ أن كذلك نفس الشكل. إذن المستقيم ب يمثل أيضا محور تناطق الشكل 3. نراجع الشكل، لدينا 3 أشكال، كل شكل فيه مستقيمين، مستقيم ألف ومستقيم ب. المطلوب أيهما هو محور التناطق؟ لاحظنا أن المستقيم ألف يقسم الشكل إلى قسمين متماثلين، إذن هو محور التناطق، بينما ب لا يقسمه. الشكل 2، لاحظنا أن المستقيم ب هو الذي يقسم الشكلين إلى قسمين متماثلين، معناه متشابهين، إذن هو محور التناطق. بينما ألف لاحظنا أن الشكل من هنا مختلف على الشكل الجهة اليسرى. الشكل الثالث، لاحظنا أن كلا من المستقيمين يقسمان الشكل إلى قسمين متماثلين، المستقيم ألف والمستقيم ب يمثلان محور تناطق الشكل 3. الوضعية الإدماجية، بمناسبة عطلة الربيع نظمت المدرسة رحلة للتلاميذ للتنزه، فقطعت الحافلة مسافة 6 كيلومتر و 123 متر. حول هذه المسافة إلى المتر. 6 كيلومتر 123 متر تساوي متر زائد متر تساوي بالمتر. نعيد قراءة الوضعية. بمناسبة عطلة الربيع نظمت المدرسة رحلة للتلاميذ للتنزه، فقطعت الحافلة مسافة 6 كيلومتر و 123، المسافة التي قطعتها الحافلة، المطلوب تحويلها إلى المتر. نحن نعلم أن 1 كيلومتر تساوي 1000 متر. إذن بما أن لدينا 6 كيلومتر تساوي جيد 6000 متر. هنا
هنا دائما هنا و لا تكتب مي تقرا و 6 كيلومتر و 123 123 متر تبقى كما هي 123 متر. إذا لدينا 6000 زائد 123 تساوي أحسنتم 6123 متر. 6 كيلومتر و 123 متر تساوي 6123 متر. حولنا المسافة بهذه الكتابة إلى المتر. الوضعية الثانية، اشترى تاجر 7 صناديق من التفاح، وزن كل صندوق 24 كيلوغرام. ما هو وزن كل صندوق كل صناديق التفاح الذي اشتراها التاجر؟ فسد 49 كيلوغرام أثناء النقل والتحويل. ثانيا، هنا لدينا السؤال الأول، سؤال ثاني، ما هو وزن التفاح الذي لم يفسد؟ نعيد قراءة الوضعية مع الشرح. اشترى تاجر 7 صناديق، تحاولون على ورقة خارجية أن تقسموا 7 صناديق، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، 7 صناديق من التفاح، وزن كل صندوق 24 كيلوغرام، هذا وزنه 24 كيلوغرام، وزن الثاني 24 كيلوغرام، وزن الثالث 24 كيلوغرام، الرابع 24 كيلوغرام، الخامس 24 كيلوغرام، السادس 24 كيلوغرام، اشترى 7، والسابع 24 كيلوغرام. إذن اشترى التاجر 7 صناديق، 1 2 3 4 5 6 7، كل صندوق يزن وكل صندوق 24 كيلوغرام. المطلوب ما هو وزن كل الصناديق؟ كل الصناديق نلاحظ أن هنا يوجد تكرار، 24 تكررت 7 مرات. إذن عملية، أحسنتم، لما نلاحظ التكرار عملية الضرب. إذن 24 متكررة 7 مرات، 24 ضرب 7 لأنها تكررت. نقوم بالعملية عمودية، 24 عفوا هنا الأجوبة، 24 ضرب 7 وهنا العمليات، 24 ضرب 7. نقوم بالعملية، 7 ضرب 4، 7 مع 4 ضرب 4 أحسنتم تساوي 28. أكتب 8 أحتفظ به لـ20، 2 ثم 7 ضرب 2، 7 ضرب 2 تساوي 14، أضيف لها الـ2 14، 15، 16. إذن 24 ضرب 7 تساوي 168، نكتبها 168. ونجيب عن السؤال، ما هو وزن كل الصناديق؟ نكتب وزن كل الصناديق وكل الصناديق التفاح التي اشتراها التاجر، وزن كل صناديق التفاح التي اشتراها التاجر هي 168 كيلو غرام، وزنها 168 كيلو غرام. نلتقي، نواصل مع الوضعية، فسد 49 كيلوغرام أثناء النقل والتحويل. بينما كان ينقل البضاعة فسدت، معناها لم تصبح صالحة للاستهلاك، نرمي هذه 49 كيلوغرام فسدت أثناء النقل. ما هو وزن التفاح الذي لم يفسد؟ معناه أنه ما هو وزن التفاح الذي بقي؟ إذن عملية هي، أحسنتم، عملية الطرح، وزن كل التفاح نطرح منه الذي فسد. نكتب العملية أفقية، كم لدينا من كيلوغرام؟ 168 كيلوغرام، نطرح منها 49. نقوم بالعملية عمودية، 168 ناقص 49، 8 ناقص 9 لا أستطيع،
أستعير 10 وأطرحها، تصبح لنا 18. 18 ناقص 9 9 وأصعد 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تساوي 9. 7 ناقص 4 7 أصابع ونطرح 4، أحسنتم، تساوي 3. 1 ناقص 0 تساوي 1. إذن نتيجة 139. نكتب الإجابة. ما هو وزن التفاح الذي لم يفسد؟ إجابة: وزن التفاح الذي لم يفسد هو كم؟ 139 كيلو غرام. أريد شرح الوضعية. اشترى التاجر 7 صناديق من التفاح، 7 صناديق، كل صندوق يحتوي على 24 كيلوغرام. المطلوب ما هو وزن كل الصناديق؟ نلاحظ أن تكرار هنا عملية الضرب، نضرب 24 في 7، نكتبها أفقيا ونجري العملية عموديا، ثم نجيب عن السؤال: وزن كل صناديق التفاح التي اشتراها التاجر هي 168 كيلوغرام. ثانيا، ما هو وزن التفاح الذي لم يفسد أثناء اشتراها التاجر؟ فسد 49 كيلوغرام أثناء نقل البضاعة أو أثناء نقل التفاح، فسد لم يصبح صالح للاستهلاك 49 كيلوغرام. المطلوب ما هو وزن التفاح الذي لم يفسد؟ معناه التفاح الذي بقي معناه عملية الطرح. نأخذ الوزن الكلي للتفاح، إذا وجدناه 168 نطرح منه 49، نقوم بالعملية عمودية نجد 139، ثم نجيب عن السؤال: وزن التفاح الذي لم يفسد هو 139 كيلوغرام. وهكذا انتهيت من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة، والموضوع موجود في على القناة في كومينوتي، يمكنكم طباعته وإعادة حله من جديد. وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.